تارت التين البرشومي. فالكراست بتاعت التارت او القعده بتاعت التارت محتاجين كوبايه من جوز الهند متقطع شرايح او الجوز الهند العادي بتاعنا مفيش مشكله خالص، كوبايه من دقيق اللوز، بنجيب اللوز بنقشره او بقشره براحتكم خالص وهو ني بنطحنه في المطحنه لحد ما يبقى دقيق، معلقتين كبار من السكر العادي، معلقتين كبار من دقيق جوز الهند بنفس طريقة اللوز بالظبط، 4 معالق من الزبدة اللي متدوبة. بعد كده هنعمل حشوة. للحشوة محتاجين 3 كوبايات من الجبنة الريكوتا، احنا ما لقيناش جبنة ريكوتا فاستخدمنا جبنة كريمي لكن أساس الوصفة بالجبنة الريكوتا، 1 كوباية من الزبادي متصفي من ميته، 1/2 كوباية من العسل الأبيض، 2 معالق صغيرة من الفانيليا، تين برشومي ومكسرات للتقديم، وجيلاتين متدوب في مية سخنة علشان نلمع التين في الآخر. هنعمل إيه؟ أول حاجة بنعملها بناخد مقدار الحشوة كلها، مقدار الكراست أو القاعدة بتاعة التارت كلها على بعضها. آدي جوز الهند، ادي دقيق اللوز، ادي دقيق جوز الهند، ادي السكر وعليهم الزبده. وبعدين ابتدي اخلط بالعجان بقى بالكبه بايديكوا بالمعلقه الانسب لكم اعملوه مفيش مشكله خالص لحد ما الاقي الزبده دي بقت متوزعه مظبوط جدا، يعني مفيش قطع كبيره وقطع صغيره زي ما انتم شايفين كده، لا انا عايزاه كله متوزع مظبوط على المقدار كله. هقوم جايبه طبق للتارت، بسم الله الرحمن الرحيم، اي طبق شكله حلو لان هو ده الطبق اللي هيتقدم فيه، وهقوم منزله المقدار بتاع التارت هنا وبظهر المعلقة أبتدي أضغط على المكونات اللي عندي زي ما بنعمل في التشيز كيك أو زي ما بنعمل في التارت اللي بنعمله بالبسكوت. وأضغط كويس قوي، ممكن شوفوا انا لما بضغط كده كده هو بيمسك مع بعض، لكن ممكن تبلوا المعلقه او تبلوا ايديكوا بميه وده بيساعد اكتر. اهو خلاص بقى عندي قاعده للايه للتارت. هبتدي اخد المقدار بتاع الحشوه، انا هستخدم 1/2 المقدار لان انا مستخدمه طبق تارت صغير، لكن انتوا لو استخدمتوا طبق عالي زي اللي انا مستخدماه في النسخه استخدمت المقدار بتاع الحشوة كلها، فبس عشان أنا قلت أعمل شكلين مختلفين. أهو هناخد الجبنة الكريمي، الزبادي، العسل الأبيض، الفانيليا، وهقلب كل ده مع بعضه كويس جدا. أنا استخدمت نفس البولة لأن طبعا هما نفس الإيه الطبق مفيش مشكلة ونفس المقادير وكل حاجة مفيش قلق. بسم الله الرحمن الرحيم، ده كله على البارد يا جماعة. إذا حبيتوا تدخلوا الأول القاعدة بتاعت التارت 5 دقايق في الفرن تديها طعم كده تحميصة ممكن، لكن هو بيتعمل على البارد. بسم الله الرحمن الرحيم، وهقوم واخدة الحشوة ونازلة بيها هنا، وزي ما قلت لكم عايزين تستخدموا مقدار الحشوة كله بس الطبق بتاع التارت خلوا الحواف بتاعته اعلى زي اللي انا مستخدماه في النسخة. ارص التقديم اللي هو اساس الموضوع، التين البرشومي جبناه غسلناه ونشفناه كويس جدا، التين ما تحطوهوش في التلاجة مغسول، حطوه في التلاجة مش مغسول واغسلوه وقت ما هتاكلوا،
ولو اتفضل واحدة أو اتنين مش هتاكلوهم دلوقتي لازم يتحطوا على ورق مطبخ يتنشفوا، لأن المية بتبوظه، يعني بتبوظه بسرعة، يعني بتخليه يبوظ بسرعة. ادي التين ونعمل كده تاني جوه، وبعدين ناخد من المكسرات عندي هنا جوز هند شرايح جيلاتين بودرة، دوبته في مية سخنة، باخد على التين كده زي أي تارت بنعمله علشان التين يفضل بيلمع وما يسودش، وبعدين هناخد من المكسرات نرش رشة، وبعدين هناخد من ورق النعناع ونحط على الوش كده كام واحدة بالطريقة دي كده اهو، وكمان هحط درزل عسل أبيض. طرت بسيط ولذيذ. لو حد عنده حساسية ظريف جدا، وممكن ساعتها تستخدموا زبدة نباتي لو حابين ان انتم ما تستخدموش زبدة حيواني، فهيبقى برضو لطيف جدا، والحقيقة طعمه بيبقى حلو قوي وشكله كمان حلو ومختلف بقى كده عن استخداماتنا التقليدية للتين. ناخد بقى درزل من العسل الأبيض على الوش كده برضو ظريف قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. وبكده نكون عملنا التارت بتاع التين البرشومي بطريقة جديدة ولذيذة.